شرفتني ونورتني معاكم ياسمين. النهارده بقى جاي اكلمك في حاجات اساسيه لازم تكون عند كل بنت، ما ينفعش اي بنت في الدنيا ما عندهاش الحاجات اللي هعرضها النهارده دي. يعني دي حاجات كده بديهيه، فانت لو اول مره راجعه ليا اعملي لايك الفيديو واشتركي القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد، وكمان تتابعيني على كل السوشيال ميديا بتاعتي موجوده تحت في صندوق الوصف، سناب شات انستجرام فيسبوك كله اللينكات تحت. روحي حالا بعد ما تخلصي الفيديو اعملي لي فولو عليهم. الاساسيات طبعا انت بتغسلي اسنانك كل يوم فده شيء مفروغ منه، غسول الفم ده مهم جدا عشان نفسك يبقى فتره طويله ريحته حلوه، وريحه النفس مهمه جدا. ممكن تقعدي فتره طويله ما تاكليش، بتنزلي بدري جدا، عندك شغل فري متاخر، ريحه النفس صعبه قوي. انا بعرف ريحه نفسي ازاي، بعمل كده وشم لقيت ريحه نفسي كويسه تمام. لازم تتاكدي من ريحه نفسك. لو انت ما بتعرفيش او بتقولي لا اكيد ريحه نفسي، فلازم غسول الفم ده. بصوا انا مخلصه ازاي، وده من ايفا، ده سعره 55 جنيه، ارخص غسول فم، وبجد بينظف البق جدا، بينظف اللسان، وبينظف لو انت بتغسلي سنانك كويس يعني، ها بينظف البق كويس من البكتيريا، وكمان الاكل اللي ما بين السنان ده ممكن تاخديه معاكي وانت خارجه لو مش حابه تشيلي فرشه سنان او معجون وانت خارجه، فده مهم جدا لازم يكون عندك. هو ده من ايفا، من شركه ايفا. جسمك ده عنوان جمالك، ده حاجه كده ما ينفعش ما تهتميش بيها زي وشك بالظبط. زي ما بتحطي كريم على وشك وتعملي ماسكات لوشك، لازم برضو تقشري جسمك وتعملي تقشيرات لجسمك وتعملي كل حاجه. انا مش اقول لك روحي اعملي سكراب او روحي اعملي حمام مغربي والحوارات دي كلها، دي حاجه اساسيه قوي. دي لو قشرتي جسمك كل يوم بتشيلي كمان السلوليت، لو عندك خطوط بيضاء في جسمك بتروح. تقشيري الجسم على الناشف دي حاجه مفيده جدا، وبتخلي جسمك يتنفس لو في اي حاجه في جسمك. طبعا احنا من كتر ما بنحط كريمات مرطبه على جسمنا بتعمل طبقات، والطبقات دي لو انت كمان عندك جلد الوزه، جلد الوزه بيختفي بسبب الفرشه دي اللي بتقشري جسمك كل مره. طبعا بتعملي جسمك من تحت لفوق كده 5 مرات، يعني تاخدي شاور الاول، بعد ما تنضفي جسمك تستني جسمك ينشف خالص، ما تحطيش اي كريم، ما تحطيش اي حاجه. ممكن تعمليه قبل الشاور، طبعا انت بتاخدي شاور كل يوم فبالتالي جسمك نضيف، ممكن تعملي قبل الشاور او بعد الشاور زي ما انت عايزه، بس انا بعملها قبل الشاور، وبعد كده بخش اخد الشاور بتاعي واظبط جسمي وكل حاجه، وبعد كده بخرج احط كريم على طول. اولها بس هتستصعبيها شويه وهترخمي وهتفضلي بقى اقعد اعمل مده طويله جسمي كله، لا صدقيني دي حلوه جدا. ولو عندك حتى دهون متراكمه مع الوقت وكل يوم بتعملي المكان بتاع الدهون المتراكمه ده، والله صدقيني بالذات البطن، يعني موضوع البطن ده اسالوني انا، ده خطيره في موضوع البطن. لو بتعملي بطن كل يوم بتعملي تقشير حوالين البطن، دي مهمه جدا. ده زي ما هي عشان اوريها لكم، عشان الناس كتير قوي تقول لي اه دي غاليه، انا مش قادره اشتري الغاليه، انا مش عارفه ايه. دي لوحدها اهي مقفوله مبرشمه من السوبر ماركت، سعرها 7 جنيه، 7 جنيه 5 شفرات. انا ما قلتلكيش جيبي الكبيره ام 55 جنيه او 43 جنيه او ال 100 جنيه، ستي ما تجيبيش الكبيره خالص. اهي واحده دي بتقعد معاكي فوق 9 مرات، 5 شفرات من اول مره بتنضف الجسم، وحلوه قوي 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 قوي. اهي شايفين، يعني انت ما لكيش حاجه خالص. الواحده ب 7 جنيه، اشتري واحدة بواحدة يا ستي، كل 9 ايام تشتري واحدة، مش لازم تعملي جسمك كله، كفاية تعملي الأماكن الحساسة عشان الأماكن دي بتعمل ريحة مش لطيفة، ممكن تعمل لك الشعر ده ممكن يعمل لك بكتيريا ويقلب الريحة ويقلب لعدوى، البكتيريا دي ممكن تتقلب لعدوى وبالذات في منطقة البكيني، فلازم ننظف الحتة دي كويس. أو أنا عارفة كتير أوي من الأمهات ما بتقولش الكلام ده، بتتكسف، أو خلاص الناس كلها دلوقتي بقت عارفة لازم إزالة الشعر من الأماكن المخصوص منها، وساعات لو ما شلتيش الشعر حتى من تحت الإبط كده بتلاقي حبوب طالعة تحسس طول الوقت، وبتلاقي التحسس ده بيقلب اسمرار، وكل الحاجات دي بتقلب بعد كده اسمرار والالتهابات وريحه مش لطيفه. انت اول حاجه لازم تزيل الشعر، ودي ارخص شفره. تاني حاجه بقى، انت بتعرقي كتير قوي من المناطق الحساسه، دي بودره اطفال بنحطها ما بين الفخذين لو انت خارجه في العرق الجامد اللي احنا فيه عشان ما تحسيش انك مبلوله، وكمان جسمك لما بيلتهب بيقلب المنطقه دي بتبقى حمراء وفي اسمرار، كمان بنحطها تحت الصدر عشان الالتهابات والحاجات دي والحر بيعمل دايما تسلخات والجو ده، لازم بودره الاطفال دي هتريحك جدا وهتنفعك جدا، عشان الالتهابات دي بتقلب اسمرار بعد كده. حتى لو حاطه كريمات مش هتستحملي حتى الكريمات المرطبه، لان الكريمات المرطبه طبعا في ريحه، والريحه دي فيها مواد اكيد كيماويه مش كلها مواد طبيعيه، فالالتهابات دي تغمق. تاني حاجه بقى، شايفين انا عامله ايه في الكريم؟ عشان كده انا مش بعرض منتجات، لان انا بدمر منتجاتي، يعني انا اتكسف اطلعه كده، بس انا لازم اطلعه عشان اقول لكم احسن كريم مرطب. انا لسه مخلصاه ورايحه اشتري واحد بكره ان شاء الله، وهنزل على سناب شات وانا بشتريه واشتريه منين، وهوريك ودي انا بشتريها منين، فتابعوني على سناب شات اللينك تحت في صندوق الوصف عشان تشوفوا انا بشتري دي منين. احسن كريم مرطب من بوبان، ريحه وترطيب، والترطيب كل ما ترطبي جسمك يبقى لونه موحد وما فيكيش جلد الوزه ولا في اي بقع ولا في اي حاجه، ولو جسمك فيه حبوب بنشوف اكلنا ايه، اكلنا ده لو في زيوت كتير نقلل الزيوت كتير، لو بناكل شوكولاته نقلل الشوكولاته، الحاجات دي كلها بتخفف حبوب الجسم. لازم تشوفي نفسك وتهتمي بنفسك، لما تهتمي بنفسك هتحبي نفسك والله، الحب النفس مش تبقي انانيه، لا هتحبي طول الوقت تشوفي نفسك حلوه. والواحد لما بيتعود على كده
كده ما بيعرفش يبطل بعد كده، يعني طول الوقت عايزه شكلك يبقى حلو وجسمك يبقى حلو ووشك يبقى حلو، كل التفاصيل دي بس واحده واحده، بس دي لازم تكون اساسيه عندك. تاني حاجه بقى كريم التفتيح وماسك التفتيح. بصوا ارخص كريم انا بحبه وارخص ماسك انا بحبه برضه، الكريم ده 35 جنيه من دوبانا، بحطه على ركبي، بحطه على وش ايدي كل يوم، لان الشمس مهما حطيتي سان بلوك الشمس بتسمرك برضه حتى لو سمار خفيف، فانا كل يوم بحطه على وش رجلي وبحطه على ايدي قبل ما انام، لو في حاجه غامقه كمان في وشي بحطه على وشي. ده حلو جدا، مكوناته كلها طبيعيه، اه هيطول معاكي شويه يعني ممكن النتيجه تطلع بعد شهر، بس النتيجه طبيعيه، وعارفه ان وشي مش هيطلع له حبوب ولا جسمي هيطلع له حبوب، والمنتج ده متجرب 50 3000 مره، وكمان هو ينفع للمناطق الحساسه، فدي حاجه كويسه ينفع لكل حاجه. ده سعره دلوقتي 45 جنيه، ده ماسك التفتيح من بوبان، اوكي ده ماسك التفتيح. ده حل، لازم ترجعي يومك ده كله تحطي الماسك ده على وشك، تغسلي وشك تحطي الماسك ده على وشك، 5 دقايق تشطفي وشك تحطي الروتين بتاعك وخشي نامي. بصي اكنك بتشتري حاجه، بتعملي حاجه، ما تكسليش، اعملي كل يوم قد ايه بشرتك هيبقى فيها نضاره، بشرتك صافيه، بشرتك ما فيهاش اي مشاكل، لان الشمس والكريمات اللي احنا بنحطها على وشنا تقل على وشنا، احنا عايزين وشنا يتنفس في نفس الوقت في نضاره وما فيش اسمرار وما فيش اي مشاكل، لازم نهتم بيه حتى لو كل يوم. تاني حاجه، قادره تجيبي بودي سبلاش جيبي، مش قادره ما تجيبيش، المهم انت بتعملي كريم مرطب ده فيه ريحه مش مهم، بس انت لو عايزه بودي سبلاش جيبي. انا بستعمل بودي سبلاش بتاع ايفا من ده حلو جدا، انا بحبه جدا جدا. ممكن ما ترشوش على جسمك، ترشيه على هدومك لو انت ما عندكش بقى برفان، على فكره بيثبت في الهدوم جدا وبيثبت على الجسم جدا، انواع وانواع، ده اكتر نوع بيثبت كتير قوي، يعني لو شميتي هدومك تاني يوم هتلاقي فيها الريحه برده مفيش فرق، ده حلو جدا جدا جدا. لو قادره تجيبيه جيبيه بقى. الكريم ده ما يتشالش من شنطتك، ده كريم لشعرك، شعرك لو انت طبعا مش محجبه زي كده وبتسيبي شعرك وعايزه شعرك يبقى طول الوقت ما يحصلوش تقصيف، ما يحصلوش اي مشاكل من الشمس، لان الشمس بتشفط الرطوبه بتاعت شعرك وبتخلي شعرك ناشف وهايش وفي حاجات كتير، او لو انت زي حالتي بتصبغي لازم ترطيب طول الوقت، لان بجد مهما شربتي ميه مش هترطبي شعرك، وشعرك هتلاقيه ناشف وبيتكسر، والتكسير ده حاجه مش كويسه خالص خالص. ده ما بشيلوش من شنطتي، ده ايه العبوه دي ب 25 جنيه صغننه جدا، كل شويه ارطب بقى ايه شعري، ارطب الحروف، ارطب الشعر لو انا مسيبه شعري، لو انا مش مسيبه شعري ارطب القصه، ارطب الحته دي، ارطب الحته دي، لازم ترطيب لو انا خارجه في الشمس ضروري. وبكده انا عرفتكم المنتجات الاساسيه ومهمه جدا جدا لازم تكون عند كل بنت، مفيش بنت ما عندهاش الحاجات دي، او حتى منتجات مختلفه عن المنتجات دي، بس دي منتجات اساسيه اكيد عندك اكيد، ده البيز بتاع اي حاجه. واشوفك بقى على خير الفيديو الجاي، ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، اشترك في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد، واشوفك على خير الفيديو الجاي، باي باي.